24 ساعة الماضية استطاعت الطواقم الطبية والدفاع المدني من إخلاء 350 شهيدا و1900 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، ولا زال العدد الأكبر تحت الأنقاض وفي الطرقات يصعب الوصول إليهم. وبالتالي ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى اللحظة إلى 17177 شهيد و46 ألف جريح بجراحات مختلفة، وأن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي لا زالت تتركز في الأطفال والنساء. كما أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت حتى اللحظة إلى استشهاد 290 من الطواقم الطبية.